فيت. خليك فيت. خليك فت مستمعينا الكرام وتضلك فت لازم يعني شوية نصايح من الكابتنية والفيزاجية إلى كابتن محمد عباس بهاللحظات. صباح الورد كابتن، صباح الأحود للناس الأسود. صباح الخير سلفا المستمعين، إن شاء الله كلهم مبسوطين. والله الحمد لله بخير، وإن شاء الله ويكند رائع كان إن شاء الله يا رب. ما ضربت حدا، ما كذا، ما لا عمر ما بضرب أحد. بالعكس الجو كان ممتع جدا في جدة. كنت حالم وعاطفي. جميل والله، حتى الرياضيين بيكونوا عاطفيين. ممتاز أكيد. طب اليوم شو محضر لنا؟ اليوم نتكلم عن الرياضة. يمكن ما في أحد من الرجال بالذات ما مارسها، اللي هي الأرم رسلينج أو مصارعة الذراعين. الكباش يعني. مصارعة الذراعين. تمام. محمد الكردي هون، خلينا نشوف إذا حننزله ولا ينزلنا. إيه؟ لهي رياضة. أيوة. ممكن تعتبر؟ هذه تعتبر رياضة طبعاً، لها اتحاد عالمي ولها بطولات سنوية عالمية، في بتشارك فيها أكثر من 120 دولة. حلو. نعم. هي طبعا انا فكرت بس بالجامعات والمدارس وشباب تلتم، عرفت الحركه. لا ابدا. هي ما هي رياضه فقط، يعني عارفه ما هي رياضه، اقصد انه تحرق كالوريز وغيره. وانما بس هي نوع من انواع الرياضات. لا لكن اللي يبغى يكون بطل في الارم ريسلينج لابد انه يؤدي تمارين رياضيه وتمارين قوه بالذات علشان يصير بطل في الارم ريسلينج، فهذا تحصيل حاصل للتمرين هو بيتمرن عشان يصير بطل. بدأت الرياضة هذه سيلفا من تقريبا 4000 سنة، كان في رسومات على القبور المصرية انه في ارم رسلينج، يعني هذه اللعبة تعتبر قديمة جدا. وكان في القديم الزمان الارمي كوماندر، يعني قائد الجيش مثلا عند الرومان او عند غيرهم، يختار افضل مصارع ذراعين ارم رسلر عشان يحطه قائد للكتيبة. اوكي. فكان هذا شرط من شروطه، يعني يبغى واحد يكون قوي في الذراعين عشان هو يصير القائد في الكتيبه او قائد مجموعه، بيعمل له اختبار ارم رسلينج، اذا هو ضعيف ما بيحطوه. ايوه لا يعينه. بعدين في امريكا طبعا كانت الهنود الحمر كانوا يمارسوها، ولكن في العصر الحديث متى كانت اول بطوله اللي اعطت الرياضه هذه الشكل العالمي الموجود اليوم؟ في صحفي اسمه بيل سوبرانس، اعتقد هذا يمكن اسمه ايطالي سوبرانس، يمكن تعرفه اكثر. هذا بيل سوبرانس الصحفي نظم اول بطوله في كاليفورنيا سنه 1952. وبعد كده صار في بطولات متتاليه على الارم رسلينج لحد ما انشئ الاتحاد العالمي اللي هو وورلد ارم رسلينج فيدريشن WAF سنة 1977، وأول ما انشئ الاتحاد ضم 85 دولة. ما شاء الله. 85 دولة حول العالم. نعم. وبعدين جاء فيلم سيلفستر ستالون أوفر ذا توب اللي هو سواء سنة 1987، إذا تذكريه أوفر ذا توب، هذا فيلم حق سيلفستر كان كله أرم رسلينج، هو الفيلم من أوله لآخره كان أرم رسلينج. وهذا الفيلم هو اللي نشر الرياضة هذه بشكل، أيوة رياضة تعتبر بشكل كبير جدا. طب شو لازم يكون الواحد مثلا، هل بيتمرنوا هل بأول إيدين، يعني بيتمرنوا بأول إيد يعني تحديدا اللي بده يفوت بهيك مباريات وهيك؟ أيوة بتمرن حديد وفي تمارين معينة بتقوي الذراعين بالضبط والريست. هي كانت تدعى في أول ما ظهر في كاليفورنيا ريست رسلينج، ريست اللي هو المعصم. حلو. بعدين صار اسمها أرم رسلينج، بس هي في الأساس كان اسمها ريست رسلينج، يعني بيسوي تمارين تقوية للريست بالذات والأذرع عموما. وكأي رياضة هي تعتمد على حاجتين، الباور القوة والتكنيك، مش فقط ما تعمل أبداي إذا ما عندك إياه هون، ما تفوت هالفوت. محمد الكردي لك مصلحة. لا عندي استفسار. صباح الخير كابتن. اهلا وسهلا. الورد كيف حالك؟ الله يسلمك. يعني تعرف كابتن، يمكن احنا شباب كثير كنا نلعب هاي الرياضه او نمارسها زمان بس انا اللي كنت اسمعه احيانا من الاصدقاء او حتى يعني اللي كان دارج انه هاي الرياضه ما لها علاقه بعضلات الايدين، هي كان تركيزها على العصب اكثر او الاعصاب الايد اكثر. يعني ممكن شخص ذراعه صغيره وما عنده عضلات، ما عنده هذيك البيج ماسل، بس يعني عصبه قوي، بس عصبه قوي يكسر او يعني يفوز على شخص ممكن يكون صحيح. حجم ايده اكبر. صحيح هاي المعلومه؟ هذا كثير صارت، يعني تلاقي واحد يده او نحيف او ما شكله ما يعطي انه هو قوي وينزل واحد معضل. طبعا بس احنا بنتكلم عموما، طبعا لازم يكون في قوه عضليه، قوه تحمل، لكن فعلا العصب بيلعب دور كبير جدا. وانا شفت مباريات ناس ما عندها عضلات هزمت ناس معضله. بالضبط. طب بس حتى تمرين الايدين مش بس العدم، انت بتقوي العصب، يعني اذا ما فيك حيل ما فيك ترفع حديد او مثلا تلعب
حديد للايدين او لل لا بس حتى الحديد سيلفا او يعني الويت هذول بكون تركيزهم على العضل مش على العصب تبعي. لا ما هو قال لك هون على تحديدا هون عند المفصل, المفصل اهم شيء كنت تلعبها يعني. والله شكلك كنت ضلك تخسر. لا والله عشان هيك عم بحكي لك بقول مش ضروري يكون عنده عضل. انا كنت رفيع سامع ليش؟ لانه شكله كان يفوز وهو عصبه قوي والكل حدا يعني بتجي حواليه. يعني انا كنت انحف واحد من اصحابي هنا ما شاء الله كنت تفوز عليه كنت افوز يعني انه على الاقل اصمد شوي اوكي اقاوم عرفت يعني مقاومه الصراع بعدين تتنازل فكنت اقاوم. لما شفت مباراه نزال طيب بينك وبين سيلفا شوف مين يفوز. لا لا يا كابتن انا ما بتنازل انا ثلاثتك مصيبه لا انا حرام انا لا ليك ده بتعرف شو بعمل فيه مثلا انا ممكن يعني اعمل شويه خدع عشان هو ينهار فانا اكسب بس انه ما بدي يفوت بهالفوز. انا معلش انا بتحب اتنازل مع حدا بيكون بنفس قوتي يعني لا طيب خلينا نقفل كابتن محمد عباس لانه في كلام راس بينه وبين محمد كردي. كابتن بدي اتشكرك طبعا المعلومات هي رح تنزل طبعا على حسابك على الانستغرام على بروسلي 500 وانا كمان حاعملها ريبوست على حسابي البانوراما وحسابي انا شخصيا. اوكي ماشي خليك فيت.